وينضم إلينا الآن من إسطنبول الدكتور سامي العريان الأستاذ بإحدى الجامعات التركية. دكتور سامي أحييك. لا جديد، غدا 200 يوم على بدء هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وطوفان الأقصى أيضا، لكن لا يبدو في الأفق أن هذه الحرب ستتوقف قريبا، لا يبدو في الأفق أيضا أن بنيامين نتنياهو بحكومته التي توصف بالأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل من الممكن أن تذهب لصفقة تبادل أسرى على أساس ما تطالب به المقاومة الفلسطينية من وقف دائم لإطلاق النار. إذن ما المتوقع من وجهة نظرك فيما هو قادم دكتور؟ يعني ما زال الكيان الصهيوني يحاول تحقيق أهدافه في القضاء على المقاومة كلية وتجريدها من سلاحها، خصوصا كتائب حماس فيما يعتقد أنهم ما زالوا موجودين في رفح، لا زال يريد أو يدعي أنه سيستطيع تحرير الأسرى الإسرائيليين بدون دفع أي أثمان عالية في ذلك. ما زال يقول أنه سيحقق السيطرة الأمنية والعسكرية في غزة، وأنه سيقسم غزة، وأنه بعد تدميرها بالكامل سيجعلها مكان غير قابل للحياة، وبالتالي سيكون هو المتحكم في المفاصل. ما زالت هذه الأهداف الإسرائيلية، ومع ذلك هو كان يرددها من أول يوم، واليوم نحن على وشك إنهاء 200 يوم ولم يحقق يعني الأهداف الأساسية الاستراتيجية. ما زالت المقاومة تقاوم رغم كل المعاناة ورغم كل الخسائر في البشرية والتدميرية في غزة. فالمسألة أتصور ستستمر على هذا المنوال، لأن هذه الغطرسة الإسرائيلية والغطرسة الأمريكية التي سمعناها الآن من مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكي السابق، هذا الاستعلاء الأمريكي والإسرائيلي لم يتغير ولم يتحول، وما زال مستمرا في وجهته لمحاولة استعادة نظرية الردع الإسرائيلي، نظرية الأمن القومي الإسرائيلي. العقيدة الأمنية العسكرية الإسرائيلية كانت تعتمد على 4 مكونات أو 5 مكونات رئيسة، وهي سقطت تقريبا في طوفان الأقصى كما سقطت في الوعد الصادق في 14 إبريل. المسألة الأولى وهي مسألة الردع الفعال، هذا سقطت نظرية الردع حتى يعني نظرنا ذلك في المناوشات أو الاشتباكات التي حدثت ما بين الكيان الصهيوني وبين إيران. لم ترتدع إيران بل ردت في العمق الإسرائيلي، على الرغم أن الهدف لم يكن هو إيقاع خسائر بشرية أو مادية، وإنما إظهار للكيان الإسرائيلي أن إيران باستطاعتها أن تصل إلى العمق الإسرائيلي، وفي أكثر مكان هو يعني 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 محاط بالدفاعات الجوية على وجه الكرة الأرضية، واستطاعت أن تصله، كما حدث طبعا سقوط هذه النظرية الردعية في 7 من أكتوبر، كما حدث ذلك في شمال لبنان الآن طيلة تقريبا 6 شهور. المسألة الأخرى الإنذار المبكر، يعني هذه أيضا سقطت هذه النظرية التي كانت تعتمد عليها إسرائيل في أنها ستستطيع أن تتنبأ وأن تستبق الأحداث من خلال أجهزتها للإنذار المبكر، أيضا هذه سقطت. المسألة الأخرى مسألة الحسم السريع، أن إسرائيل قادرة على أن تتغلب على كل أعدائها مجموعين في وقت قصير جدا وعلى أرضهم، وهذه أيضا سقطت. 200 يوم هذه تعتبر أطول معركة في الصراع العربي الإسرائيلي، ليس حتى أمام دول وإنما أمام فصائل مقاومة لا أحد يسلحها ولا أحد يدعمها، وهي تحت الحصار وتحت الجوع، ولكن رغم ذلك لم تستطع أن تنفذ أو تحقق أهدافها من خلال القضاء عليها. وقضية الحسم السريع، يعني هذه مسألة طبعا يعني احنا قلنا على وشك يعني 200 يوم، وحتى قضية الضربات الاستباقية التي كانت عند الكيان الصهيوني أصبحت هذه أيضا يعني قد سقط. إذن نحن نتحدث عن تراجع استراتيجي كبير جدا للكيان الصهيوني، وهناك كثير من الخسائر الاستراتيجية أيضا، وأكرر رغم المعاناة ورغم الخسائر الفلسطينية إنما هناك تراجع كبير جدا على المستوى الاستراتيجي لهذا الكيان، على المستوى العالمي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى المعنوي وعلى المستوى العسكري وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي. نعم طيب، فيما يتعلق بمسألة اجتياح رفح، لو نفذ بنيامين نتنياهو تهديداته في هذا السياق، وعلى ما يبدو أن الأمور تسير في هذا الاتجاه وفقا للتصريحات الأخيرة الصادرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي من أنهم أعدوا العدة ووافقوا على الخطط بالفعل في هذا السياق، هل ذلك يغير من المشهد دكتور أم لا؟ لن يغير كثيرا، يعني المجازر ستستمر، قد يكون هناك سقوط للآلاف من الشهداء الفلسطينيين، معظمهم أيضا
من الأطفال والنساء والعجائز والمدنيين. هناك تخوف حقيقي بأن يكون هناك دفع بمئات الألوف نحو الحدود مع مصر، هناك حديث كبير، تطور كبير في هذه المسألة، هناك تقريبا شبه تواتر أن مصر أعدت حوالي 10,000 مسكن مع 400 فيلا لاستقبال هؤلاء، وهذا طبعا سيغير قليلا من المشهد وليس كثيرا. هناك حديث عن دخول 500 أو وجود 500 عنصر أمني من السلطة بعد تدريبهم من الأمريكان، بأن يكونوا هم الذين سيتولون الموضوع الأمني للحفاظ على هؤلاء أو للتأكد أن هؤلاء لن يكونوا مشكلة أمنية أو مشكلة لمصر، وكذلك إدخال آلاف الجنود الأمنيين بعد الانتهاء من هذه. يعني هذا ما يعتبر من ترتيب اليوم التالي، ولكن أتصور أن نتنياهو قال ذلك، يعني قال ذلك قبل دخوله خان يونس ولم يستطع القضاء على المقاومة، ما زالت المقاومة مستمرة. قال ذلك عندما دخل المنطقة الوسطى في دير البلح وكذلك لم يستطع أن يوقف المقاومة، ما زالت المقاومة مشتعلة وموجودة. كذلك قالها في البداية عندما دخل واجتاح الشمال. إذن أنا غير متخوف حقيقة، الذي سيحدث أنه ستستمر هذه المقاومة وستستمر هذا الاشتباك الضاري، طبعا سيكون هذا الاشتباك نتيجته الفشل، بمعنى أنه لن يستطيع أن يسحق المقاومة وأن يوقفها، وأن يعني يريد هو صورة هذا الانتصار الذي سيلقي فيه القبض على القيادات العسكرية أو السياسية. ولكن لو افترضنا أو يحرر الأسرى، لو افترض حتى أن ذلك حدث، فهذا لن يعني يوقف المقاومة على المدى الطويل، ولن ينهي القضية الفلسطينية. هذه كلها أحلام وأوهام عند نتنياهو وعند القيادات الإسرائيلية، لأنهم لا يرون من خلال غطرستهم ومن خلال عنصريتهم ومن خلال غرورهم ومن خلال يعني استعلائهم أنهم أن الآخر قادر على أن يوقع بهم الهزيمة الاستراتيجية. الخارجية الأمريكية منذ دقائق قليلة قالت نصا لا سبيل للقيام بعملية برفح لا تضر بالمدنيين ولا تعرقل المساعدات، ونواصل توضيح ذلك لإسرائيل. هل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على ردع بنيامين نتنياهو وحكومة حربه في مسألة الدخول واجتياح رفح أم لا؟ أم أنه شكل من أشكال توزيع الأدوار ليس أكثر ولا أقل؟ يعني هذا التقييم صحيح، أنه لن يستطيع أن يسحق المقاومة أو يقضي عليها أو أن يجردها من سلاحها بمجرد دخوله لرفح، والذي سيحدث أنه فعلا لن يستطيع أن يوقف جنوده من قتل الآلاف، لأن أين سيذهبون يعني. ولكن مشكلة أمريكا أنها تقول ولا تفعل، القضية مش في الأقوال هي في الأفعال. يعني من يومين فقط تم إجازة 26 مليار دولار، منهم 17 مليار دولار في مساعدات عسكرية ومباشرة وأسلحة لإسرائيل. فكيف هذا يعني يتوازن مع قول أنهم لا يريدون لإسرائيل أن تجتاح رفح وتقتل؟ هو يريد طبعا أن يقول للحزب الديمقراطي، لأولئك الذين يعني هو يريد أن يحشدهم للانتخابات، أنه يفعل ما يريد، ما يفعل ما يستطيع لكبح الجنود الإسرائيلي والحرب الإسرائيلية. ولكن على المستوى الفعلي هو الحقيقة يعطيها الضوء، إذا لم يكن الأخضر فالأصفر. ولكن هو قادر، هل أمريكا، إذا كان السؤال هل أمريكا قادرة على أن تضع خطا أحمر وتقول لإسرائيل لا يمكن أن تعدي هذا الخط؟ طبعا قادرة، وهذا له يعني 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 أكثر من سابقة في التاريخ، ولا أريد هنا أن أستعرضها، ولكن هذا قطعا قادر. على الأقل يمكن أن تمنع عنها الأسلحة أو تهددها بقطع السلاح، وهذا بالمناسبة سيوقف إسرائيل يعني تماما عن محاولة اجتياح رفح. ولكن مشكلة بايدن والذين حوله أنهم يريدون أن يحققوا نفس الأهداف ولكن بطريقة أقل وحشية وأقل دموية مما يقوم به نتنياهو، وهم حريصين حقيقة، هم حريصون على تحقيق هذه الأهداف الإسرائيلية أكثر من نتنياهو نفسه، لأن نتنياهو عنده أيضا هدف شخصي، وهو لا يريد أن ينهي هذه الحرب ويريد أن يطيل من أمدها حتى يستطيع أن يبقى في منصبه وفي موقعه أطول فترة ممكنة، حتى يصل به الوضع إلى أن يأتي ترامب، وهذا ما يحلم به يعني، ويكون في ذلك الوقت ما زال هو رئيسا للوزراء. دكتور سامي العريان، مدير مركز دراسات الإسلام والشؤون الدولية، أستاذ الشؤون العامة بجامعة صباح بجامعة اسطنبول، صباح الدين زعيم، شكرا جزيلا لك، كنت معي عبر الإنترنت من اسطنبول.